التطورات الأوضاع في اليمن. التقى جون برينان مستشار الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمكافحة الإرهاب، التقى الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في أحد مستشفيات الرياض، وقال بيان من البيت الأبيض إن برينان دعا الرئيس اليمني إلى التوقيع على اتفاق لنقل السلطات في أقرب وقت ممكن. وكان التلفزيون اليمني قد عرض لقطات لاستقبال علي عبد الله صالح للمسؤول الأمريكي في الرياض، وذلك في ثاني ظهور له أمام وسائل الإعلام منذ تعرضه لمحاولة اغتيال بداية الشهر الماضي.